أسعد الله صباحكم طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. اليوم سأعطي لكم درس في اللغة العربية، معكم الأستاذ باسل محاجني، هيا بنا نبدأ درسنا. ولكن بداية، ماذا سنتعلم اليوم؟ البحث في الشبكة العنكبوتية، استنباط معلومات من مصادر مختلفة في الشبكة، النص الرقمي أو الوظيفي، الروابط التشعبية، توسيع الثروة اللغوية، واستراتيجيات التفكير. ولكن قبل أن نبدأ علينا أن نحضر ما يلي: دفتر، قلم، حاسوب أو أيباد. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا، هيا بنا نبدأ في قصيدة عن اللغة العربية لدكتورتنا الأستاذة راوية باربارا، تفضلوا. اقرأ وتكلم، اجمع حرفا مع حركات، ركب جملا من كلمات، عبر فسر اشرح فصل، ادمج قرر، ابني نصا اروي قصا، عمر قصر المجتمعات، لا تقل ليت ولكن، ما أصعبه أو هيهات، اقرأ يسر احكي عبر، سهل أمرك لا تعسر، ثبت جذرك في الأعماق، حلق نحو المرتفعات، أطلق فكرك، كون رأيك، عبر فسر اشرح فصل، ادمج قرر، بالمحكية أو بالفصحى، فلغتنا أغنى اللغات. مهداة من مفتشة اللغة العربية إلى كل التلاميذ والمعلمين، كل عام وأنتم بخير. اقرأ وتكلم، اجمع حرفا. أخمن ما هو موضوع الدرس. سأعرض لكم بعض الصور وحسب هذه الصور أنتم تخمنون ما هو موضوع الدرس، وانظروا جيدا. أمامكم دقيقة واحدة للتفكير وإعطاء الإجابة، تفضلوا. بعد التمعن جيدا في الصور، هيا بنا نربط بين الصور لإعطاء العنوان. في المجموعة الأولى هنالك صور لأعشاب، في الصور الثانية هنالك دواء، طبيبة. ما العلاقة بين الأعشاب والطبيبة؟ هيا بنا نرى الأعشاب، أحسنتم أعزائي الطلاب، هيا بنا ننتقل إلى الشريحة التي تليها. هيا بنا نخمن ما مهارة الدرس. انظروا جيدا إلى هذه الصور ومن ثم أعطونا الإجابة، تفضلوا. إذن في الصورة الأولى هنالك رجل يبحث، فهو باحث. عن ماذا يبحث؟
انظر إلى الصورة الثانية، كتب. من الكتب نحن نستخرج المعلومات، علم، تعليم. إذن البحث عن معلومات، أين؟ في عن طريق الأجهزة التكنولوجية، عندي هاتف، حاسوب أو أي جهاز آخر. إذن البحث عن المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية. أحسنتم. إذن هيا بنا ندمج ما نتعلم. نتعلم اليوم عن البحث عن معلومات تتعلق بالأعشاب الطبية عبر الشبكة العنكبوتية. الأعشاب الطبية. قررت اللجنة المدرسية المهتمة بالحفاظ على البيئة أن تقوم هذا العام بالاعتناء بحديقة المدرسة. سيقوم تلاميذ بعض الصفوف بزراعة أعشاب طبية، والآخرون سيقومون بزراعة الخضروات. أما نحن طلاب الصف السادس فسنزرع الأعشاب الطبية. نادين، فكرة رائعة. بالأمس ألمني بطني، فاقترحت علي خالتي أن أشرب شايا أضع فيه أوراقا من بعض الأعشاب الطبية الموجودة في حديقتها فيزول الألم. ليلى، انظروا، لقد وجدت في الشبكة العنكبوتية انفوجرافيكا عن الأعشاب الطبية. ما رأيكم أن نجمع معلومات أولا عن الأعشاب الطبية التي يمكننا أن نزرعها في الحديقة المدرسة؟ أجابته من الدين. ليلى، سنعمل في مجموعات، وستقوم كل مجموعة بالبحث عن معلومات حول عشبة يمكن أن نزرعها في بلادنا، ثم نحضر بطاقة معلومات عن العشبة والتي تشمل هوية النبتة، فقرة معلومات قصيرة عن النبتة أو تلخيصا. فأجاب فادي، انظروا، بحسب ما وجدت في الموسوعة هناك معلومات كثيرة عن البابونج ويمكننا زراعته في حديقة المدرسة، سأقترحه على مجموعتي. نادين، هيا نبحث في موسوعة المعلومات ونحضر قائمة بأسماء الأعشاب التي يمكن أن نزرعها في بلادنا. أولا، كيف نبحث في الشبكة العنكبوتية؟ يمكن البحث عن طريق كتابة كلمة، جملة، كلمة متفرقة وسؤال. كل مجموعة عليها أن تملي هذه القائمة لكي نعرف كيف نبحث في الشبكة العنكبوتية. أمامكم دقيقتان، لذلك تفضلوا. لو أردنا كتابة كلمة في خانة البحث ماذا نكتب؟ كلمة أعشاب. لو أردنا كتابة جملة، أعشاب طبية. كلمات متفرقة، أعشاب فاصلة طبية. سؤال، ما هي فوائد الأعشاب الطبية؟ أحسنتم. ولكن من أين نجمع المعلومات عن الأعشاب الطبية؟ فكروا قليلا ومن ثم أجبوني عن السؤال، تفضلوا.
الإجابة صحيح. هيا بنا ندخل إلى محرك البحث في الشبكة العنكبوتية جوجل. هيا بنا نتذكر كيف ندخل إلى محرك البحث. نكتب هنا عنوان الموقع www.google.com. هنا نكتب كلمة أو جملة البحث أو سؤال البحث. ماذا نكتب في خانة البحث؟ ماذا كتبت ليلى في خانة البحث لتجد انفوجرافيكا عن الأعشاب الطبية؟ ولكن أولا نجد ما معنى كلمة انفوجرافيكا. انفوجرافيكا هي عبارة عن رسم معلوماتي للشيء الذي نريد أن نبحث عنه. أمامكم دقيقتان للتفكير ومن ثم الإجابة عن هذا السؤال، تفضلوا. إذا الإجابة عن هذا السؤال انفوجرافيكا عن الأعشاب الطبية، لأن هذه هي كلمة المفتاح في سؤالنا. لو وضعنا عبر جوجل أعشاب طبية، شاهدوا ما هو عدد النتائج التي نحصل عليها، ما يقارب 17 مليون و 700 ألف نتيجة. ولكن علينا أن نحدد بالضبط ماذا نريد أن نعرف عن الأعشاب الطبية. أعشاب طبية نزرعها في حديقة المدرسة، انظروا إلى النتائج. طبعا هنا حصلنا على نتائج أقل من النتائج السابقة، 27600 نتيجة. هيا نرى ماذا وضعنا. أعشاب طبية نزرعها في حديقة المدرسة، هنا حددنا سؤال البحث. بحث آخر، الأعشاب الطبية التي تعيش في إسرائيل. هنا قللنا من عدد النتائج، انظروا إلى عدد النتائج، ما يقارب 11000 نتيجة. بما أننا نريد أن نزرع أعشاب طبية ونحن نعيش في دولة إسرائيل، وضعنا كلمة إسرائيل وأعطانا النتائج الذي نريدها. نتائج بحث عن انفوجرافيكا عن الأعشاب الطبية، انظروا إلى عدد النتائج، ما يقارب 11000 نتيجة. النباتات والأعشاب الطبية. وصلنا إلى الإنفوجرافيكا. أولا الأعشاب الطبية هي عبارة عن دواء طبيعي لمشكلة صحية. اختر ربطة علاجية أو مشكلة صحية، اضغط عليها لتحصل على معلومات إضافية. انظروا أولا إلى الأعشاب الطبية في الأسفل، ومن ثم ما هي فوائد الأعشاب الطبية لبعض الأمراض. ماذا تختار لتقرأ معلومات عن نبتة الفيجن؟ طبعا ضغطنا على نبتة الفيجن، ماذا نختار لنقرأ عنها؟
طبعا اعطانا معلومات عامة عنها. هي نبتة تعيش لسنوات عديدة، يصل طولها الى ما يقارب 60 سنتيمترا. طعم النبتة مر وحار، تضاف النبتة على بعض الأطعمة وعلى الكحول. طريقة الاستخدام، يمكن وضع بعض أوراق الفيجن في ماء يغلي ثم شربه. يمكن دهن خلاصة الفيجن الحارة على المفاصل والأذنين لعلاج الالتهابات. الفعالية الطبية، تخفيف آلام الرأس، تخفيف التهاب المفاصل، علاج التهاب الأذنين، حسنات إضافية تستخدم كتابل. إذا ماذا تختار لتحديد الأعشاب الطبية التي يمكن الاستعانة بها لتخفيف آلام الرأس؟ نضغط على المربع الذي يحتوي على التخفيف من آلام الرأس، ومن ثم نضغط ليعطينا طبعا ما هي الأعشاب التي ممكن أن نستخدمها للتخفيف من آلام الرأس. عندنا الفيجن، المليسة، الروزمارين، والزعتر البري، والزعتر. هذه كل الأعشاب التي ممكن استخدامها جيدا للتخفيف من آلام الرأس. سؤال: أي نبتة اختارت مجموعتكم؟ أعطيكم دقيقة لتفكروا أي نبتة سوف تبحثون عنها لزراعتها في ساحة المدرسة. تفضلوا. إذا مجموعتي سوف تختار نبتة البابونج. هيا بنكمل. البابونج، أعطيكم دقيقة لقراءة ماذا كتب على البابونج، ومن ثم نكمل الدرس. هيا بنا اقرأوا جيدا. زهرة البابونج جميلة ولها ميزات خاصة جدا، فلها بتلات بيضاء جميلة وزهيرات قرص أصفر. والبابونج نبتة سريعة النمو، لها رائحة مميزة وقوية. تحتوي زهرة البابونج على تركيبة مميزة مكونة من عدد من الزيوت الطيارة ومواد هلامية تكسب هذه العشبة ميزتها العلاجية الخاصة. تنمو زهرة البابونج بكثرة في مواطن وبلدان كثيرة، منها آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية. كما يمكن زراعتها في مختلف الأماكن كالبساتين والأودية وفي جوار البيوت، حيث نجد هذه العشبة في أغلب البيوت، خصوصا في البيوت العربية، لقناعة الجميع بآثارها المحمودة على صحتنا. هيا بنا نكمل النص ومن ثم نكمل. هيا اقرأوا جيدا.
هيا بنا نقرأ سوية تتمة النص. لزهرة البابونج فوائد طبية وجمالية معروفة منذ عهد بعيد. فمنقوع البابونج يمكن أن يساعد على معالجة الأرق، وله تأثير مهدئ لما يحتوي عليه من مسكنات طبيعية. لذلك فإن فنجانا من البابونج الدافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، كما يمكن أن يستخدم لعلاج عدد من اضطرابات المعدة ويخفف آلام المعدة والجهاز الهضمي. ومن فوائد البابونج الأخرى أنه مفيد لنزلات البرد والإنفلونزا، وشرب بعض البابونج يجعلك تشعر بتحسن، إذ أن خصائصه المضادة للبكتيريا تساعدك على التخلص من الفيروس بشكل سريع. كما يعتبر بابونج وسيلة مساعدة لعلاج الطفح الجلدي وحساسية الجلد. يمنع شرب البابونج للأشخاص الذين يستخدمون أدوية لتمييع الدم، إذ أنه يحتوي على مادة تسبب في تمييع الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنزيف. كما تحظر المبالغة في استهلاك البابونج الذي قد يؤدي إلى شعور بالغثيان والتقيؤ وآلام الرأس وحدة المزاج والأرق. من أجل تحضير منقوع البابونج والاستفادة من مركباته المميزة ومنع تطاير الزيوت الفعالة منهم، ينصح بإضافة ملعقة كبيرة من البابونج لكوب من الماء المغلي، ثم تركه مدة من 10 إلى 20 دقيقة في الماء قبل شربه. كما يمكن إضافة ملعقة من العسل إلى منقوع البابونج. يعد هذا المنقوع أفضل وأكثر فائدة من مغلي البابونج، إذ أثبت علميا أن غلي الأعشاب والبابونج بشكل خاص قد يفقدها عناصرها المفيدة. أرى أنكم وجدتم الكثير من المواد عن الأعشاب التي يمكن زراعتها في بلادنا. هيا نحاول معا تحضير هوية لأحد الأعشاب من خلال المعلومات التي جمعتموها. نكمل هوية نبتة البابونج بمساعدة المادة التي وجدتموها. هذا هو هوية البابونج، ولكن قبل أن نكتب بها علينا أن نرجع إلى النص. هيا أولا نجد ما هو زهرة البابونج. هو اسم النبتة هي زهرة البابونج. صفات النبتة: زهرة البابونج جميلة ولها ميزات خاصة. ميزات تعني صفات. إذا ما هي صفاتها؟ فلها بتلات بيضاء جميلة، ظهيرات قرص أصفر، ولها رائحة مميزة وقوية. أحسنتم. الموطن، ماذا نعني في كلمة موطن؟ أي في أي الأماكن التي يمكن لنا أن نزرع هذه الزهرة ونجدها. انظروا إلى الفقرة الثانية: تنمو زهرة البابونج بكثرة في مواطن وبلدان كثيرة. ما هي؟ آسيا، أوروبا، أستراليا، وأمريكا الشمالية. أحسنتم. فوائد النبتة، ما هي الفوائد التي يمكننا الحصول عليها من هذه النبتة؟ انظروا إلى الفقرة الثالثة: لزهرة البابونج فوائد طبية وجمالية. إذا هذه هي كلمة المفتاح. فوائد لها فوائد طبية وجمالية. ما هي هذه الفوائد؟ انتبهوا. أولا، منقوع البابونج يمكن أن يساعد على معالجة الأرق. ماذا الأرق؟ هو القلق في الليل وعدم النوم. ماذا أيضا؟ يستخدم لعلاج عدد من اضطرابات المعدة ويخفف آلام المعدة والجهاز الهضمي. إذا هو يساعدنا على تخفيف آلام المعدة والاضطرابات في الجهاز الهضمي. الشيء الثالث، مفيد لنزلات البرد والإنفلونزا. وأخيرا، هو أيضا يساعد في علاج الطفح الجلدي وحساسية الجلد. أحسنتم. هيا بنا نكمل. بعد أن قرأنا كل النص، علينا أن نملأ الاستمارة التي تتحدث عن هوية زهرة البابونج. أمامكم 3 دقائق لتعبئة هذا النموذج. تفضلوا.
أعزائي الطلاب أعطيتم عافية، هيا بنا نكمل هوية نبتة النبتة الموجودة في الصورة. الاسم هي نبتة البابونج، أحسنتم. الموطن، مواطن وبلدات كثيرة منها آسيا، أوروبا، أستراليا وأمريكا الشمالية. كل الاحترام لكم. هيا بنا نكمل. ما هي فوائد النبتة؟ يساعد على معالجة الأرق، يستخدم لعلاج عدد من اضطرابات المعدة، يخفف آلام المعدة والجهاز الهضمي. ومن فوائده الأخرى أنه مفيد لنزلات البرد والإنفلونزا. أحسنتم. صفاته، لها بتلات بيضاء جميلة وزهيرات قرصي أصفر، والبابونج نبتة سريعة النمو، لها رائحة مميزة وقوية. طبعا والنص المرئي، عملية البحث عن نص مرئي أو مسموع عن طريق الدخول إلى محرك البحث يوتيوب أو جوجل، ومثل ما كتبت كلمة أو جملة البحث ونحصل على عدة مواقع. ندخل إلى جوجل، نضع هنالك على فيديو أو ممكن الدخول مباشرة إلى موقع اليوتيوب، ومن ثم البحث عن البابونج، ونرى هناك الكثير من النصوص المرئية والمسموعة. والآن وصلنا إلى المهمة البيتية. أحضروا دفاتركم لكتابة المهمة البيتية. علينا اختيار صار لك أعطيكم جدول فيه بعض الأوجاع وما هي النباتات التي يمكن أن تعالج هذا الألم. انظروا جيدا. هيا نبحث عن فوائد الأعشاب الطبية التالية للإنسان. في العمود الأول هنالك أسماء النباتات، وفي العمود الثاني ما هي بعض الأوجاع أو الألام التي ممكن أن نشعر بها ويساعدنا الأعشاب الطبية في معالجتها. أمامكم 4 دقائق لحل هذا السؤال حتى ننهي الدرس. تفضلوا.
أعزائي الطلاب، أكملوا الحل بعد نهاية الدرس، ابحثوا جيدا، انتقوا المعلومات الجيدة من المواقع، ومن ثم أجيبوا عن هذا السؤال. أخيرا، إذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لكحة وسعال ودواء التهابات الحشب بابونج ومنوم للرضع للأطفال. الله يخلق داءنا ودواءنا، سبحانه رب عظيم عالي. إلى هنا انتهى درسنا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحصة، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء في درسنا القادم بإذن الله، ومع السلامة.